أبو البراء، أمرك يا شيخ. ما تخليش حد يقرب من هنا. ها؟ حاضر. بكده الخطة تكون محكمة وهتنجح بإذن الله. إحنا بس محتاجين 40 عربية و 140 مجاهد. بس ده عدد كبير، قد لا نستطيع توفيره. الخطة تحتاج لهذا العدد. هذه الغزوة ليست كمثل غيرها من الغزوات. سنشارك فيها بأنفسنا بإذن الله، لن نكتفي بالتدريب. إحنا هنصطاد الطاووس نفسه، وإنت عارف هو محطوط لمكافأة قد إيه؟ ده غير اللي عمله في إخواتنا المجاهدين. بإذن الله كل ما طلبتموه سيكون موجودا. المهم التدريب الجيد، ولو نجحتم في الغزوة دي سيكون لكم شأن عظيم. هيحصل إن شاء الله بإذن الله. بس إحنا عايزين قناص كويس. سيكون موجودا بأمر الله، وكل ما طلبتموه سيكون موجودا. والآن لنقرأ الفاتحة على رأس هذا الطاووس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا يا ابني يلا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.